ابدا عمر السعاده ما كان لها كتالوج، ملهاش كتالوج، هي بتمشي كده. يعني سعادتك في بدايه الجواز غير سعادتك وانت ام، غير سعادتك وانت حما، غير سعادتك وانت جده، غير سعاده ابنك او بنتك في بيتهم. فمن فضلك يا حماتي، من فضلك سيبيني اعيش بيتي في حياتي لوحدي مبسوط، عشان دايما بيتي وبيت مراتي يكون بيت سعيد. موضوعنا النهارده هو مهم جدا، لازم بقى نديله حقه وما نستعجلش فيه، لانه بصراحه عامل زي عصب الجسم اللي بيتحرك في الدراع كله. العصب ده بيحرك دراعات كتيرة، مش دراع واحد، ده بيحرك الدراع اليمين ودراع الشمال. الأم اللي بتخلف وتربي وتعلم وتكبر، أسعد لحظة في حياتها لما تشوف ابنها أو بنتها ليلة الفرح. من اللحظة دي بتاخد لقب حماتي. يعني قبل ما ندخل في أي تفاصيل، لازم نوجه التحية لكل هانم من هوان مصر، لكل ست تعبت وربت لغاية ما وصلت بنتها لعرسها. وهنقف لغاية هنا علشان بعد كده في ماتش تاني بيتلعب. احنا شكرنا الستات، رحبنا بيهم، ماشي، شكرا ان انت وصلتيها للقفص الذهبي. في نقطة بقى مهمة جدا، ليه كل الشكاوى اللي بتيجي من الحموات الستات؟ ليه دايما الشكوى دي مستمرة من كل الناس؟ انا شايف ان في نوعين من الحموات ملهمش تالت. حما بتبقى ام، والست دي بتبقى لطيفه جدا لو الزوج مثلا والدته متوفيه بيلاقي فيها امه. وحما تانية اعوذ بالله بتبقى حمى. طب ليه معظم الحموات عندنا عايشين في دور ماري منيب؟ اساليني، انا مدوبهم اتنين. ليه دايما بتحب تعيش دور المتسلطه المتحكمه في امور بيت بنتها او ابنها؟ على فكره يا ست الكل، هو اتجوز بنتك ما اتجوزكيش انت. يعني الموضوع بيوصل ان احنا بيلاقي نفسه في الاخر متجوز اتنين ستات. طب ليه دايما الحما بتلعب الدور ده؟ هل هي بتبقى عايزه تطمن عليها بزياده، ولا عايزه الدنيا تمشي زي ما هي عايزه؟ افكار كتيره جت في دماغي لغايه ما لقيت ان الرجاله برضو عندهم مشاكل. الراجل عنده مشكله فعلا، دايما الراجل بيشوف ان امه دي الموديل الرهيب للست المصريه. ما ينفعش، دول جيل واللي موجودين دول جيل. انا شايف امي بتعامل ابويا، بتجيب له الشاي في السرير. ما ينفعش تحكم على علاقه بقالها 40 سنه او 45 سنه بعلاقه بقالها شهرين. طب انت عارف ابوك وامك اول ما اتجوزوا كان ايه اللي حصل ما بينهم؟ انت عارف هما وصلوا للمرحله دي ازاي؟ انت كده هتحصل على لقب دلوعه ماما او ابن ماما، لان انت عايز ماما دايما هي المتحكمه. نبتدي بقى بالحالات اللي موجوده معانا لحم ودم، ونسيبكم من الكلام اللي انا قلته الكتير دوت، ونشوف التجربه بتاعتهم في الحياه عامله ازاي. هنبتدي الاول بالاستاذ احمد ابو الدهب، منورنا. اتفضل يا دكتور، قول لنا حكايتك. قبل ما اقول اي شيء، الاول اذا كان ده هيضايق بناتي فانا بعتذر لكم، انما لازم تقدروا حاجه، انا صبرت كتير، وانا ليا حاليا 4 سنين ما اعرفش حاجه عنكم، والاربع سنين اللي قبلهم انا قعدت معاكم ساعات. طيب نبتدي القصه من الاول يا دكتور. القصه من الاول كده ببساطه، ودي يعني تبقى نموذج لكل شاب يتجوز. كويس، حماتك يا سيدي على عينك وعلى راسك، تيجي تزوركم وتروحوا تزوروها، انما تيجي تعيش معاكم نو. طب ما تدخلني في القصه، دخلني في الحكايه. القصه ايه اللي حصل مع حضرتك؟ لاسباب معينه جت عاشت معايا، كان المفروض لمده 5 6 شهور. انا شفت الامور معينه في بدايه الجواز، يعني في بدايه الجواز. فقلت طيب خلاص. بعدين الامور الست شهور، وقلت خلاص بقى على الاقل عشان مريم، يعني عشان بنتي، وسكت على كده. يعني هي كانت معاكم من بدايه الجواز، استمر الامر ده من حضرتك رزقك بمريم خلاص لمده بقى
مريم ومي بعدها. المهم قعدت معايا 8 سنين. 8 سنين قاعده معاك وجوزها عايش اللي هو تمام. المفروض يعني حماية يعني عايش موجود ما ماتش. وهي مراتي ليها 2 اخوات. طب وجوزها عايش مش قاعده معاه ليه؟ ما تسالني انا بقى. اه ما انا لما قلت تعيش معاه تخرب البيت. يعني هي سايبه بيت جوزها وجوزها وقعد عندك في يا البيت يا سيدي الفاضل. الثمان سنين من غير ولا يوم، بالمناسبات بالفسح بالمصايف بكل شيء. يا دكتور جوزها فين؟ انت تاني بتسال نفسك انت عايز ايه بالظبط؟ يا سيدي الفاضل طيب هنعديها. انا هقول لك جوزها فين لما تعرف النقطه اللي بعدها. ماشي طب اتفضل. ان امها بقى كمان اللي هي ام حماتي يعني في ظرف معين كده لمدة 3 شهور عايزينها تقعد في مكانه، مفيش حد قابلها ولا بقى حماية ده اللي هي تبقى حماته يعني اللي هي تبقى مراته. لا تبقى حماته بقول تبقى أم مراته. اهو كده. فلما لقيت الموضوع هيعمل لي قلق في البيت دخلت لقيت مريم مرة بتعيط وهم بيعيطوا في ايه يا جماعة؟ قالت ده ماما يا احمد دي حماتي اللي بتقول يعني. بقول لها فيها قالت ام خلاص يا جماعة خلاص هاتوها هنا يا احمد ده هيبقى لمده شهرين 3. قلت لها يا ست لو 3 سنين هاتوها هي اللي هي جده مراتك اللي جده مراتي. ايوه كده عشان فانا بقى مراتي وامها وام امها. وصدقني انا والله 3 انا كنت وقتها يعني بقول كل ده عشان خاطر بناتي الاثنين وعشان يطلعوا يتربوا ان ما حدش عارف مين فينا بكره ممكن يبقى في الوضع ده. انا البيت كبير يعني أنا أصلاً مراتك وامها وام امها. لا الشقة يعني حوالي مساحتها كبيرة يعني فكانت مكفية أنا والحمد لله وزيادة الحمد كمان. لله ربنا يوسع عليك. إنما ما كنتش دي القصة كمان في حاجتين. الحاجة الأولانية أنا ما كنتش كده عايش في بيتي لأن بدأت الأمور إيه هو جوزها يوم كل أسبوع أو يومين يجي أهلا وسهلا. ثواني بقى مراتك وأمها وأم أمها عايز إيه؟ وجوزها عايز بيجي إيه؟ انا عايز اخرج من هنا اروح سليم مش هتسيبك يعني. يا ريس. لا يا سيدي الفاضل والله مش كده بس. واولادها الاثنين التانيين رجاله يعني كل اسبوع كل واحد بمراته بعياله. طيب احنا ممكن نقول ان انت بيتك تحول للبيت الكبير بس مش البيت الكبير. لا اسف البيت الكبير ده صاحب البيت بيعزم الناس. البيت الكبير ده فيه راجل لما بيبقى حد جاي مهما يكون بيستأذن أو بيستأذنه كده ما بقاش بيت كده بقى فندق ومفتوح يعني. فأنت تخيل حضرتك بقى لما لا من غير ما تخيل حضرتك عملت إيه؟ أنا بقولك تخيل كده لأن ده اللي حاصل. أنت لما تتخيله ما مش هتقدر تصدقه. أنا أتخيل بصراحة إن أدخل شايف حاجة سودة أن أدخل البيت ألاقي العدد ده موجود كل واحد فيهم الاثنين بمراته بعياله. وطبعا حماتي وجوزها. والمنظر ده اول ما كانش في حد يصرف جنيه واحد في البيت غيري. ده ممنوع برغم من ان هي بتشتغل يعني وطبيبه. ممنوع ممنوع ممنوع. دي تربيتنا اللي تربينا احنا تمام عليها تمام. حتى لدرجه مش هقول مثلا التليفون او بنزين العربيه ولا دول كمان. خلاص خلاص بقى انا يعني مش مليونير يعني ومش وارث ومش قاعد بلاقي الفلوس. لقيت نفسي في الاخر ان الامور كده يعني اوفر قوي 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 كل اسبوع وفصح ومصايف وبتاع. القفله حصلت ازاي وامتى؟ القفله بقى ان انا كل اللي عملته قلت ماما خميس وجمعه تروح تقعد. انهي ماما؟ ماما ولا ماما ماما ماما؟ لا مع ماما. ماما دي قعدت 3 شهور ومشيت خلاص. طارت؟ خلاص ماشي. طب ماما 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 بقى ماما بقى مش ماما طبعا دي حماتي. الجده ماما ماما حماتي ولا الماما؟ الجده بقى خلاص مشيت. حماتك اللي هي يا ماما. لا مش ماما حماتي. ماشي تفرق. خلينا اقول ماما. الفرق ماشي. كبير قول حضرتك زي ما انت عايز. انا كنت بتعامل كده في الاول يعني ماشي. فقلت خلاص يعني احنا عايزين نبقى اسره يا جماعه كده يعني في يومين في الاسبوع نبقى اسره لوحدنا نخرج مره نتفسح لوحدنا الكلام ده من حقك صراحه. من حقي طبعا. انا كنت فاكر ان مراتي هتتصرف في الموضوع ده باسلوبها مع مامتها. لقيت مامتها في مره واحنا قاعدين بتقول لي وانت قرفان مني عايز نمشي من هنا خميس وجمعه. انا استغربت ان الكلام اتنقل او اتقال يعني انت المفروض انت اللي تقولي لها حتى انت اللي عايزه. ما علينا. القفله بقى الكبرى ان بفتح الباب لقيتها بتشتم بنتي. ودي حاجه احنا ما تربناش عليها اصلا. شتيمه يعني فيها تجاوز؟
فيها تجاوز. ولا شتيمة بيك؟ فيها في الشتيمة بيا. تمام. لبنت كذا يعني. أنا بصراحة جبت البنت قلت لها مين اللي بيشتمك؟ أنا عارف طبعًا. فقالت لا يا أحمد والله ده أنا بشتمها، أنا قصدي أمها. قلت لها ولا تشتميها ولا تشتمي أمها. مش هقول لك ولا تشتميني أنا، أنا هعتبر إنها مش ليا. ودي كانت يعني قفلة يعني. يعني حضرتك بعد كده سبت البيت ولا ما سبتش؟ أنا على فكرة من بين حكاية سبت البيت دي، أنا عرضت عليهم وسبت لهم البيت أيام. لقيت إن الأمور كما هي. كده كان لازم آخد موقف. إن لا تتفضل تعيش بقى مع جوزها. مش يومين بقى ده طول خلص بقى مع مع ما هو أنت بتقول إحنا بنقول الحما كده ليه؟ عشان ما فيش راجل في البيت. او الراجل ما بيقومش بدور الراجل بالمعنى الاصح، ومش قصدي الراجل يعني القوه. طب احنا عايزين نعرف بس انتوا واقفين على ايه دلوقتي يا دكتور؟ مش واقفين على حاجه. واقفين واقفين على ان انا ده كل شويه دعوه زياده نفقات في المحاكم. عايز حاجه تاني؟ تخيل بقى كده، تخيل واحد كان معايش الناس دي كلها، اول دعوه تترفع نفقت. يا نهار اسود، ده مالي ومومي لو حد قاعد يصرف عليهم طول عمرهم. طب بناتك موقفهم ايه يا دكتور؟ في ايه؟ هو انت متخيل لما بنت من وهي في السن ده، واحده كانت في كم سنه دلوقتي، واحده 15 و12 العمر، واحده تتربى بالشكل ده من صغرهم، من كيجي، من سنه اولى، واحده في سنه اولى، واحده في كيجي 1، انت منتظر ايه تاني يعني؟ منتظر ايه تاني؟ طب يا دكتور انت في رساله حابب توجهها لهم؟ بما ان حضرتك جيت يبقى في رساله انت حابب توجهها لهم. انتم بناتي اللي بحبكم، ومش هحب حاجه في الدنيا غيركم، وانا باباكم وهفضل باباكم، وما فيش تفضلوا شايلين اسمي وشايلين الجينات بتاعتي، وهتفضلوا كده، ودي ما فيهاش مفر. احنا بنحييك وبنشكرك، وان شاء الله رسالتك توصل، وربنا يا رب ان شاء الله يسهل الامور ويهدي الدنيا. تعالوا بقى نروح للعكس، للنقيض. بنرحب بالاستاذه ايمان ونعيمه هانم حماتها. اتفضلي بقى يا استاذه ايمان، احكي لنا جايه بتشتكي من حماتك ليه؟ لا اطلاقا خالص. انت عايزه نضرب ولا ايه؟ لا بصراحه هي مش حماتي. امال ايه؟ لا هي مامتي بصراحه. ما شاء الله. يعني مفيش مره فكرت فيها ان هي تكون حماتي او بتعامل وحش او الكلام ده كله، بالعكس بتتعامل كويس، ولو في مشكله بتحلها لي، وعمرها ما جت مع ابنها علشان خاطري. يعني هي حماتك بس انت والغلط غلط، احساس ان حاسه ان هي امك وهي واقفه في ظهرك دايما. اكيد اكيد، لان هي بتعاملني بصراحه زي بناتها بالظبط، وانا بعملها زي ماما. يعني مفيش فكر ان انا اخد ابنها منها، او هي تتقمص دور الحما اللي هو انا اقفل عليكم حياتكم. لا خالص. انت متجوزه بقالك قد ايه يا استاذ ايمان؟ 13 سنه. بسم الله ما شاء الله. لا ما شاء الله. طب احكي لنا، يعني اكيد كان في خلاف، حصل خلاف او حاجه. احنا دايما بنحب، استني بس يا نعيمه هانم استني. انا دايما بحابب اصل هنا في البرنامج فكره ثقافه الاختلاف. ممكن نتخانق، بس نتخانق ازاي؟ نتخانق ازاي؟ لما اجي اتخانق، هل لما اتخانق واروح جزيره هحرق المركب؟ طب انا هرجع ازاي؟ يبقى انا ما ينفعش احرق المركب، يبقى انا لازم نأصل عندنا هنا ثقافه الاختلاف. هل حصل ما بينكم في ال13 سنه خلاف، وكان شكله عامل ازاي؟ اه طبعا حصل. قالت لك اه اسكتي بقى نعيمه هانم خليها. بس عشان ما نزلتيليش ليه بس النهارده؟ يعني ما عدتيش عليا ليه النهارده؟ الله، يعني عتاب على حب خلاف كده يعني. الله، انتوا في عماره واحده؟ اه طبعا، ولد واحد. طيب نعيمه هانم بقى اتفضل. معلش بقى يا ايمان هانم، سيبيني عشان دي لازم تقدم رساله، لان البرنامج ده لسه معمول علشان خاطر نخرج برساله من الهوانم الكبار. ربنا يبارك في عمرك. حضرتك اولا منورانا. ربنا يبارك فيك. احييك الاول. ميرسي جدا. عملتيها ازاي؟ اولا يعني ده ولد واحد. ما هو ولد واحد. دخلت الحيله على بنتين واحنا ببيت واحد. انزلوا اطلعوا ماليش دعوه. اكلوا اشربوا، عندك حاجه حلوه بتنزلها لي اهلا وسهلا. ابني بيجي، عامل ايه يا ابني؟ كويس الحمد لله. انت كنت لو جت شكتني من هاني اللي هو ابني، لو عمل لها اي حاجه يمكن هي تقول لك انا بقف معاها، هي مش معاها هو. حتى لو كانت غلطانه؟ ما لو يعني قدامه انت مش يعني اقول له انت مش انت غلطان، وانت ما بتغلطيهاش خالص؟ لا، بيني وبينها مش قدام ابني،
مش قدام ابني. انا ممكن اسلخها بيني وبينها. انا عارف ان هو ساعات الامهات اللي هي اللي هو مثلا لو في خناقه ما بين الاثنين تقوم جايبه الولد، ايه اللي انت بتعمله ده انت غلطان، وتقوم جايباها، ايه اللي انت بتعمليه ده انت غلطانه، فتغلط ده وتغلط ده عشان تقرب وجهات النظر ما بينهم من ورا بعض. من ورا بعض مش قدام بعض. يعني لو طلعت مثلا، وبعدين انا ممكن يعني اسمع في كل بيت في مشاكل، بسمع ان في مشاكل، تيجي مثلا بنت تقول لي الحقيقه ماما هاني بتخلي مع ايمان، انا مالي؟ لو هي نزلت وقالت لي يا ماما حصل كذا كذا كذا، صح يعني انا شايف ان انت ما تتدخليش الا لما هم يطلبوا مساعدتك او انك تتدخلي. تنزل تقول لي يا ماما انت ما سمعتيش؟ لا ما سمعتش، انا ماليش دعوه. تيجي تحكي لي، هقف بقى، اقف معاها من وراء، واقف برضك يا ابني دي مراتك واولادك. بيعدوا عليكي بقى وهم طالعين وهم نازلين، وهم نازلين لو كانوا اي حاجه بالدعاء. فيعني معتبرهم حياتهم، خرجوا دخلوا، لو ما عدتش اعتبها هي. طيب ما معلش خليني اسال ايمان كده، بقول لك يا استاذه ايمان، اتفضل. في بدايه الجواز لما جوزك قال لك احنا هنقعد في نفس العماره اللي فيها والدتي، ما كنتيش قلقانه من الاول ان يحصل تدخلات او ان انت تتعبي في الـ في الـ في الشكل دوت؟ لان دايما القرب ده بيعمل مشاكل. لا بصراحة أصلا هو كان عايزنا نقعد في شقة تانية، علشان أصلا الوضع ما كانش مستعد إن إحنا نقعد في نفس المكان، وهو أصلا الولد وحيد وماما وبابا كبار، فما كانش ينفع أصلا إن إحنا نطلع برا البيت بشكل كلي وجزئي يعني. بس لكن الفكرة جت من عندي مش من عنده يعني. طب أنا عايز أسألكوا سؤال. تفضل. أنتوا شايفين مين اللي ناجح، أنتي ولا أنتي؟ بصراحة إحنا الاتنين. لا إحنا الاتنين بجد، لاني لو مرات الابن حطت في دماغها ان هي داخله بتعامل حماتها كماما، مش كان انا بقى لا مين اللي يكسب ويسيطر في الاول، والحمه عملت بس اكيد في الاول كان في جس نبض خفيف كده. على فكره انا ما اقدر يعني، لو سوري يا ايمان، هي صاحبه بنتي قبل ما تبقى مرات ابني. يعني هم عارفين يعني عارفينها هي كصاحبه بنتي، فواخدة الوضع وعارفة. يعني كانت زي بنتك يعني. عادي كانت بتيجي مع بنتي يذاكروا مع بعض يروحوا. وبعد كده هو بقى شافها هاني بقى فقال يعني يلا بقى. هي دي. يعني العلاقة كانت من أول صداقة. الحمد لله. وتطورت بقت لصداقة، لتبني، بقت هي في مقام بنتك، والموضوع بقى لطيف ولذيذ ومفيش أي مشاكل. لا لا والدنيا لا لا. حلوة. هتتخانقي معها إمتى نعيمة هاني؟ عمري ما هتخانق معاها ابدا الا بعد ما اموت تقول الله يرحمك يا ماما. بس يعني انا عايزه كلمه اني بعد ما اموت تديك الصحه وتكتب على ما تجيش في يوم من الايام تقول ايه ده مامي تهاني عملت وسوت وعملت مش عايزه الكلمه دي. عايزه ان هي تقول لاولادها واولاد عمتها اني انا كنت معاها واحده مش حماتي يا امي، الله يرحمك يا امي. نعيمه هانم، دايما بقول اتفضل. في مصر بلدنا زي ما في ضلمة في نور، الحمد لله، وزي ما في مشاكل في حلول، الحمد لله، وزي ما في ناس مفترية في نعيمة وإيمان هانم. الله يكرمك حضرتك جدا، بشكركم جدا. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني إن شاء الله. ورجعنا تاني في موضوعنا مع الحموات، وتعالوا نشوف الحموات هتودينا لغاية فين. بنرحب بالأستاذ محمد سعيد حمد الله على السلامة ومنورنا، ونخش في الموضوع على طول. أهلا حضرتك. أنا أولا طالب لسه في الجامعة، فأنا وزوجتي حاليا بينا قصة حب 7 سنين. المهم استعجلنا على الجواز وكده لأننا بنحب بعض. فالمهم حماتي طبعا طلبت مني أن كانت بتكلم بينها وبين زوجتي، طبعا بتحرضها على مشاكل كتير طبعا لحد ما زوجتي. يعني ايه بتحرضها على مشاكل كتير يا استاذ محمد؟ بتسخنها عليك يعني؟ بتسخنها عليك، شوفي ده لابس ايه، ده واكل ايه، شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، الحاجات دي صح؟ بالظبط. تمام. فالمهم يعني واحنا عايشين مع بعض عادي ما فيش اي مشكله، فهي كلامها معاها في تحريض وكده. هي عايشه معاكم في البيت؟ لا مش عايشه معانا طبعا في البيت، احنا بعيد عنها طبعا. فالموضوع بدا، فلقيتهم مره فجاه حماتي بتقول لزوجتي احنا عاوزين يكتب قايمه جديده، او هم بصوا بالموضوع كده عاوزين يكتب قايمه جديده وكده. لحد من اول 7 شهور كانت حامل. بعد الحمل اول كانت بتعاملني كويس جدا زي ابنها، وانا كنت علاقه بيها كويسه جدا خالص. بعد الحمل على طول
بدأت حماتي طبعا تطلب منها ان اكتب قايمه جديده، ولان كانوا مش بس ماشي. يعني هم لما طلبوا منك ان انت تكتب قايمه جديده كان مبررهم ايه؟ كان مبررهم مثلا عشان انا لسه طالب في الجامعه وكده، وهي لسه طالبه في الجامعه، فمفكرين مثلا هي حطت في دماغها اللي انا ممكن مثلا اسيبها بعد كده، او هي حتى هي كانت كلامها معاها اللي انت ممكن ما تستريحلوش بعد كده على زوجتي. يعني هي كانت بتقول لزوجتي انت ممكن ما تستريحلوش بعد كده، لسه الفرصه قدامك طويله. وانت فرصه قدامك طويله ايه؟ دي حامل. حامل وطبعا ايوه هي ده كلامها والله، ده كلامها. طب كم على فكره مفيش دلوقتي اي حاجه بقى تخصبك انك تعمل ده بالعافيه، دي مراتك وفي بيتك بالظبط، واي حد يجي لك في البيت قول لهم تيجوا اهلا وسهلا او اتفضلوا راحوا بيوم. لا هي حماتي طبعا ما كانش تقوم ضعفت يا ابو حميد. لا هي حماتي طبعا ما كانش يبصل كده خالص، فجه كان بيتعاملني كويس جدا خالص، لحد ما بدات اسمع كلام منها لزوجتي ان لو ما وافقش على حكايه القايمه الجديده ديت خدوا بعضك وسيب البيت وانا هشوف لك حد تاني. ايه والله ده اللي حصل. سمعت الكلام ده بودنك؟ سمعت الكلام ده بودني والتسجيلات. يعني اقول لحضرتك التسجيلات مسجلين لبعض؟ لا هي كان على تليفون زوجتي، التسجيلات كان على تليفون زوجتي، فانا سمعت الكلام ده كله طبعا. هشوف لك واحد تاني وايه يعني اهم حاجه مصلحتك انت والكلام ده كله. يا استاذ محمد بس عشان بس يعني تفضل. دايما بيقولوا ان لما تسمع القصه من طرف واحد ممكن ما تعقلهاش. تمام. هل اللي حضرتك بتقوله ده فعلا حقيقي؟ بقول ان هي وانت مراتك حامل حماتك قالت لها انا هطلقك منه واشوف لك واحد تاني؟ حصل. وقرايبهم اللي هو هطلقك واجوزك ست سيده بالظبط، وقرايبهم حتى كمان قطعوهم بسبب اللي حصل دوت، وخدوا عنهم طبعا فكره مش كويسه. انت مراتك بقى ايه موقفها؟ مراتي لحد الان انا مش عارفه اتواصل معاها. مش عارف ايه؟ مش عارفه اتواصل معاها، وبنتي الصغيره مش عارفه اشوفها لحد دلوقتي. يعني مراتك خلفت؟ خلفت بنت. حضرت الولاده؟ حضرت الولاده وعشنا سنه مع بعض وما كانش سنة في مع بعض. كانش في اي مشاكل خالص. وسحبوها منك فجاه. انا نازل يعني البلد، فجاه بعد ما رحت ما لقيتش طبعا العفش، ولقيت الذهب لموا كل حاجه، لموا كل حاجه، وهدومي وورق والكمبيوتر واللابتوب وورق الجامعه بتاعتي، لموا كل حاجه. اتصل بهم افهم في ايه كل ده عشان القايمه عاوزين يزودوها. طب انت ما كلمتش مراتك بقى قلت لها انت فين والتليفون؟ حصل. انا حاولت اتصل بيها طبعا بلوكات من على الواتس ومن الفيس، حتى شالت الفيس بتاعها، خلوها يشيل الفيس طيب. بتاعها. معلش يا استاذ محمد برضو لو تسمح لي اكون انا الطرف الغايب. تمام. واقول لك ان هي مستحيل هتمشي معاهم السكه دي والمشوار ده كله الا اذا كانت هي مأزيه او هي عايزه تمشي. يعني اصل هي مش حد نونو هيقول لها تعالي هاتي البنت وتعالي هتقوم سايبه البيت وماشيه. لا اكيد في حاجه، واكيد في حاجه انت مش عايز تقولها. ما بقول لحضرتك في اكيد في اسرار مش عايز اقولها ولا. انا مش عايزك تقول اسرار. تمام. انا فاهم. انا عايزك تقول لي انت غلطت ولا ما غلطتش؟ لا ما غلطتش. حتى هي مراتي نفسها عارفه ان انا ما غلطتش. اثرت معاهم ماديا ولا اي حاجه؟ اهلي اللي كانوا متكفلين بينا اصلا. يعني اهلي كانوا مكفلين بيه. ممكن تكون دي المشكله. لا مش دي المشكله. مش ان هي بتاخد طلباتها وحاجاتها وفلوسها من والدتك او من والدك. تمام. ودي حاجه تكون مضايقه. حاجه مش حاجه ماشي، هي ممكن تبقى مشكله، بس دلوقتي يعني احنا بنحب بعض، ما حدش غصبك ولا حد غصبني مثلا، انت خلاص الموضوع مش حب بس. يعني طبعا البيت ما بيعيش بالحب بس، البيت بيعيش بالحب وبالمسؤوليات. تمام. على فكره الحب ما بيعملش الغدا، الحب بيعمل غدا. الحب ما بيعملش الغدا. اكيد. كمل اتفضل. هو حضرتك الموضوع كان عندنا عادي خالص، يعني حتى انا بقول لحضرتك حماتي كانت بتتكلم معايا يعني من الاول لحد ما خلفت انت ابني زي ابني وانا انت حبيبي. ما هي لازم هتقول لك كده في الاول. وانا كنت بعملها زي والدتي. اكيد في امور سلبيه. لا مفيش امور سلبيه، انا زي ما بحكي لحضرتك كده الموضوع في طيب. يعني الاسرار مش عايزه اوضحها. بصراحه قصه حضرتك غامضه شويه، انا بس طالما حضرتك جيت وشرفتنا فانا هسمح لحضرتك وتحلك ان انت توجه لهم رساله، ولو انت مثلا عايز تشوف بنتك او هي وحشاك جايز لما تشوفك وانت بتحاول ان انت تقرب منها او تشوفها جايز ده يساعد في حل الموضوع. وفي نفس الوقت احب اقول لهم لو بيتفرجوا علينا وعايزين يشاركوا في البرنامج فانا بستسمحك ان هم لو عندهم حاجه وعايزين يقولوها يجوا، لان حق الرد مكفول، وربنا يساعدنا ويساعدك ان احنا نقدر نحل المشكله دي. انا طبعا انا بقول لهم بنتي ومراتي لحد دلوقتي انا باقي عليهم وعاوزهم طبعا، وهم مش هيشيلوا مسؤوليه حاجه، يعني انا اللي هشيل المسؤوليه كامله. ويعني واللي عملوه ده اكبر غلط طبعا، لان الناس لسه حتى انا طالب وهي عيله برضو يعني لسه طالب في الكليه، وفي بنت صغيره هتتاذى من الموضوع دوت وسمعتها بعد كده قدام، فغلط اللي هم عملوه اكبر غلط. يعني بدون كمان اتكلم في اسرار كتير،
بس فانا عاوز طبعا بنت ومراتي وهي لسه على ذمتي لحد الوقت. فبس ممكن اساعدك واقول جمله؟ اتفضل. هي اسمها ايه؟ بسمله. وبنتك؟ ميسان. ميسان، يا ام ميسان، الراجل طلع قدام كل الدنيا وعايزك ترجعي للبيت ومتمسك بيكي، ونفس ان انتوا تحلوا المشكله ديت، وعايز بنته تتربى في حضنه ويطبطب عليها، ما تحرميهاش منه. حاولي تقعدي معاه وحاولي تحليه، ولو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي خلي قرارك من دماغك. بشكرك. نطلع فاصل ونرجع في الظل. أنا سعيد.